وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باب الهوى في الداخل السوري المحلل السياسي السوري صالح فاضل، مرحبا بك معنا. كيف تقرأ تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة والأسد وإيران؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا أتحدث من ريف حلب الشمالي، وتحديدا من بلدة تركمان بارح على الحدود السورية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية فقدت مصداقيتها في المسألة السورية. هي دولة ليست جديرة بالثقة حتى الآن، لأنها مضطربة دائما بتصريحاتها، وهذا الاضطراب هو اضطراب مقصود وليس اضطرابا حقيقيا، وإنما بسبب الخطط طبعا الواهية التي تضعها أمريكا بالنسبة للقضية السورية. نحن هنا في الثورة السورية نرفض رفضا قاطعا أي تواجد لعصابات البيكاكا الإرهابية، سواء تحت اسم ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية أو بأي اسم كان. ونحن لا نفرق إطلاقا بين داعش الإرهابية والبيكاكا الإرهابية، وكلها مرتبطة بأجهزة استخبارات دولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر غير مقبول، تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، وهذا التدخل السافر الحقيقة الذي يريد أن يحرف بوصلة أهداف الثورة السورية التي تقتضي الحفاظ على وحدة التراب السوري ووحدة الشعب السوري وإسقاط النظام الديكتاتوري في دمشق. نعم أستاذ صالح، لكن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت عدم إنشائها جيشا جديدا في سوريا، يقصد بذلك طبعا البيدة، كيف ترى هذا التصريح؟ جيشا جديدا بمعنى جيشا وطنيا. طبعا حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة جدا عن دعم هذا الاستحقاق الوطني، وإنما تدعم عصابات إرهابية معروفة هنا وهناك. لها عصابات إرهابية في منطقة واسعة من سوريا، ممتدة من منطقة عفرين إلى المنطقة الشرقية من سوريا. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقصد أن هذا هو جيش لسوريا، فهذا أمر يرفضه الشعب السوري، ترفضه الثورة السورية، وستقاوم كل جيش تحت أي مسمى، لأن أمريكا حتى الآن يدها الحقيقة مع الأسف وروسيا وإيران وكل النظام الدولي أيديه ملوثة بدماء الشعب السوري. أستاذ صالح، من خلال مع وصول تعزيزات تركيا إلى سوريا، كيف تقرأ الأمور ما بين الموقف الأمريكي وما بين الموقف التركي؟ لا شك أن للجمهورية التركية الشقيقة المصالح الكبرى في أن تكون سوريا دولة مستقرة على كل التراب السوري، وخاصة المناطق الحدودية، وهذا أمنها الوطني. وكما تعلم أن الأمن الوطني التركي مرتبط تماما بالأمن الوطني السوري، وخاصة في هذه المنطقة. ولذلك لا بد للأتراك، لا يمكن، حاولوا بطرق مختلفة أن يبعدوا خطر العصابات الإرهابية، لكن يبدو أن هذه العصابات المدعومة من دول عدوة لتركيا وسوريا ما زالوا يمعنون في دعم هذه العصابات. ولذلك قررت تركيا الحسم هذا الموضوع بالقوة العسكرية، ونحن معها باستمرار. نعم الأستاذ فاضل الصالح المحلل السياسي السوري كان معنا من باب الهوى، شكرا جزيلا لك.